بارك يا رب. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير، بركاته تكون مع جميعنا، أمين. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: ستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، وينال الأمم كرب في الأرض وقلق من عجيج البحر وجيشانه، وتزهق نفوس الناس من الخوف ومن توقع ما ينزل بالعالم، لأن أجرام السماء تتزعزع، وحينئذ يرى الناس ابن الإنسان آتيا في الغمام في تمام العزة والجلال. وإذا أخذت تحدث هذه الأمور فانتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم، لأن افتداءكم قريب. فاحذروا أن يثقل قلوبكم السكر والقصوف وهموم الحياة الدنيا، فيباغتكم ذلك اليوم كأنه الشبك، لأنه يطبق على جميع من يسكنون وجه الأرض كلها. فاسهروا مواظبين على الصلاة لكي تكونوا أهلا للنجاة من جميع هذه الأمور التي ستحدث، وللثبات لدى ابن الإنسان. حقا أخوتي الأحباء، النهاردة الحد الأول من زمن المجيء المبارك، والأسبوع اللي فات انتهت السنة الطقسية حسب الطقس اللاتيني بقرايات كانت نفس الإنجيل بس من مرقس. يا ترى الفكرة، الكنيسة بتختم السنة بإنجيل وبتبتديها تقريبا بنفس الإنجيل لكن حسب إنجيلي آخر، مرقس ولوقا. ليه؟ إيه الفكرة؟ الكنيسة عايزة تقول لنا إيه بكده؟ ده سؤال. وبعدين الإنجيل مليان علامات صعبة، مين يشوف الشمس لو اتحركت من مكانها، ولا القمر وهو بيلف اتحرك من مكانه، ولا الأجرام السماوية، ولا النجوم، كله داخل في قانون محكم وبيدور فيه. فيعني حاجات ثوابت، في ايه؟ ثوابت أساسية. فيسوع بيقول الثوابت دي هتتهد، مش هيبقى في حاجة ثابتة. يا ساتر يا رب، على أي مجيء بيتكلم؟ وليه الكنيسة بتختار الأناجيل دي في الأيام دي؟ وليه هيحصل الكرب ده كله؟ ايه الفكرة؟ ما تخلينا كويسين هاديين، كل واحد كده على الفوتي بتاعه رايق، ونستنى الطفل يسوع اللي جاي حلو، وننبسط في العيلة ونكون كويسين.
ليه ربنا بيعمل قلبان ومش عايزنا نرتاح كده شوية ونتمزج؟ الحقيقة لما الست بتولد بتحصل آلام كبيرة. عندنا واحدة حامل الحمد لله في الكنيسة، هتختبر بقى زي كل الستات آلام واضطرابات ووجع، لكن في النهاية في بيبي بيتولد. إذن إيه هو زمن المجيء؟ مجيء أدفنتوس يعني الرب الآتي جاي، والمجيء ده يعني هيجي في نوال يعني؟ لا، احنا هنا ما بنتكلمش عن نوال خالص، ملوش علاقة. نوال ده آخر أسبوع هنتحضر له، لكن الأيام دي الأحد اللي جاية دي الثلاثة اللي جايين كلهم كده كلام جامد، كلام يدعو للتوبة. النهاردة عشان نشوف الثوابت بتاعتنا إيه هي اللي هتقع، ونعمل إيه، نتكي على إيه، نسند على إيه، هو ده اللي لازم يتشاف النهاردة. عشان كده الكنيسة بتختم قرايات السنة بالإنجيل زي كده حسب مرقس السنة اللي فاتت، عشان تقول لنا استعدوا مفيش ثوابت، وانه بالنسبة لنا الوضع مختلف، بس ده هيحصل هيحصل. لما القمر والشمس والنجوم والأجرام تحصل لخبطات يعني الأرض هتبقى مبهدلة، وبيقول لك هنا في الإنجيل عجيج البحر تسونامي. نسمع ديجا علامات زي كده، تسونامي في حتة كده وكده وجيشانه، والناس هتتقهر من الخوف من اللي بيحصل. ليه؟ تعالوا نفهم النقطة دي، لأنه ممكن نكون إحنا انكلو جوه، متاخدين جوه في النقطة دي. لما الواحد يكون حاطط ثوابت في حياته وتتهد، هو بيتهد. يعني يا ابونا، يعني مثلا حاجة بالنسبة لك أساسية إيه؟ تروح الجيمناز كل يوم ساعة، والحمد لله ابتديت تعمل عضلات وابتديت تبقى متين وبتاخد شوية فيتامينات وبتخلي من صحتك حاجة ثابتة عشان تقدر تعيش حياتك، والحمد لله بتاكل كويس وبتخصب على مراتك تعمل أكل سانتي وبتروح الجيمناز وماشي بطريقة، لا بتشرب كوكاكولا ولا بتعمل، ماشي تمام. يا حرام، سنة ولا اتنين ابتديت تطلع عضلات، شوية كانسير صغيرين كده. يبقى الثابت ده بتاعك اللي هو الصحة اخرته ايه؟ تتهد الصح، وانت بتتهد معاه. فاذا الصحة ما ينفعش تكون حاجة تبني عليها ثوابت، ما ينفعش. الفلوس، الشغل، النهاردة بتوصل لمركز قد كده ويبعوك عشان يجيبوا اتنين تلاتة مكانك يوزعوا المهية عليهم أحسن لهم. يعني قيمتك ايه؟ مهما طلعت يا حلو، قيمتك الشوماج هو اللي هيساعدك. ده الحمد لله انه في شوماج. انتبه، ما تقدرش تحط ثوابت في حياتك اللي تتهد. يجي الشاب يفكر في حياته، ايه الثوابت بتاعتي؟ انا عايز اكون لعيب كرة كبير،
أنا عايز أكون نجم، عايز أكون متخصص مش عارف في إيه. هو الحاجات دي وحشة؟ لا كويسة، بس ما ينفعش تعمل منها ثوابت. الفلوس وحشة؟ لا استعملها كويس. الصحة وحشة؟ لا كويس استعملها كويس، بس ما تحطش دي ثوابت تعتمد عليها علشان تعيش حياتك، لأنه كله هيزول. الزواج منتظر بقى ان مراتي تبقى في البيت، يا سلام، ولا العذراء مريم تخدم وتعمل وتهتم وتجيب وتودي، وان ما عملتش ازعق ربنا يسمح انه تعيا وما تعملش حاجه، وانت لازم تخدمها طول حياتك. ثوابت نبني عليها تتهد. عشان كده الانجيل النهارده جاي يقول لك ايه ده هيحصل، فانتبه. لما تشوف ده كله بيحصل افهم، لما تمر بالمشكله دي، ان الرب قريب، الرب آتي، وبالاوضاع دي بيزورك. فايه المهم؟ صحتك قوية؟ حسابك كبير؟ ايه المهم؟ ان وانت صحتك ضعيفة وانت عايش على الشوماج وانت مش عارف ايه والارض في تسونامي، انت في وحدة مع الرب الآتي. انجيل بيقول كده يا جماعة، انا مش بخترع حاجة. بعد ما بتتزلزل الأجرام في السماء، حينئذ يرى الناس ابن الإنسان آتيا في الغمام في تمام العزة والجلال. يعني لما تمر بمصيبة ما هيش حاجة ضدك خالص، المصيبة جايالك عشان تقولك الرب جايلك وعايز يبقى انتيم معاك. ان شاء الله الدنيا تتهد، انا اللي يهمني، انا مع الرب، لاني منه خرجت بالمعمودية وهروح له في يوم من الايام، سواء هو يجي ياخدني في نهاية العالم او انا اروح له وقت ما هو بيقرر. إذن الارتباط كمان بالعواطف والعيال، وتفكر في كل حاجة كأنك دايم على الأرض. رب عايز يساعدنا من ده كله. مش كده الإنجيل ده جاي يدعونا لحاجة النهاردة مهمة اسمها إيه؟ التوبة. نرجع له. لو الرب آتي وجاي لك هيلاقيك إزاي حلو؟ افرض كده الله سمح وجاني النهاردة بالليل أو بعد القداس أو أثناء القداس، هيلاقيني إزاي؟ هيلاقيك إزاي؟ في خطيئة أصلية؟ في علاقة مع واحدة تانية غير مراتك؟ هيلاقيك فين بالظبط؟ في أي حالة يلاقيك الرب لو أتى؟ هل قاعد مستني راغب إنه يجيلك؟ ولا هل عمال تستنى من مراتك إنها تسعدك، ومن جوزك إنه يسعدك، ومفيش سعادة ودايما ناقم عليها؟ هيلاقيك فين الرب؟ مش كده ده حاجة مش عشان تخوفنا، حاجة عشان تصحينا، تقول لنا احنا فين من مجيء الرب، لأن نهاية العالم لا يعلمها أحد. هامل البيت، بتعمل إهمال لزوجتك والبيتك، ومقضي طول اليوم في الشغل، وعيالك يدوب تشوفهم دقيقتين وكلمتين وتعبت وخلصت، والشغل بالنسبة لك حاجة اللي بتبعدك عن جو البيت ودوشته. هيجي الرب يلاقيك هنا؟ هتكون فين بعد كده؟
هلك انت حبيبي هربان من مراتك يبقى تعالى لي بقى انا حبيبك. لا، هلك انا ما اعرفكش، انت ما عندكش طبيعتي، فانت بعيد عني. لو الرب اتى ولقاني في الحاله دي انا في جهنم، انا في النار، مش نار تاكلني كده وتولع فيا، هبقى لوحدي في اللي انا اخترت اعيش فيه، في شغلي اللي اتقفل وضاع، فلوحدي ما عنديش طبيعه الله. ده الجحيم، انه ما كونش مع الرب لما ياتي. عشان كده الرب النهارده مش سايبنا لنفسنا، يقول ايه لما تحصل الحاجات دي كلها وتلاقي الثوابت بتاعتك الحمد لله وقعت، الحمد لله وقعت يا رب، يبقى انتصبوا قائمين. احنا طول الوقت لو رحت لكل واحد كده وبصيت على ظهره هلاقي فيه اتب، ليه؟ عشان قاعد كده على طول وراسه مدلدله وباصص على سره بطنه وشغال في حياته، الفلوس، المصاريف، هي عملت، هي سوت، العيله دي قالت، العيله دي ما قالتش، على طول مش كده بقى اتب وراسه مدلدله لتحت. فيسوع يقول لك ايه؟ اذا اخذت تحدث هذه الامور انتصبوا قائمين وارفعوا رؤوسكم، عشان اللي جاي جاي من السماء على الغمام، فالواحد يرفع راسه يشوف يستقبله هو جاي، يفرح بيه لانه هو اللي بيدي معنى لحياتي. فهو جاي كل حاجه مش مهمه، الاصدقاء، الشغل، الزوجه، العيال، لو بتربيهم ليك العيال عشان مستقبلك يبقى لما يجي الرب تفرستي مال، لكن لو بتربي العيال انهم اولاد الله ويجي ابوهم ياخدهم، انت هم مع ابوهم، انت عملت رسالتك، انت مرسل من الله لتربيتهم، مالكش فيهم اكتر من كده، دول اولاد الله، انت مسؤوليتك ايه عليهم؟ تديهم الايمان وتعرفهم من ابوهم الحقيقي، الاب السماوي، ابو يسوع، وبعد كده بيعيشوا حياتهم. يجي الرب انت لا خايف على عيالك ولا على بيتك ولا، حر من كله وعايز بس تستقبل الرب لانه سعادتك انك تكون معاه. عشان كده اقول لك انتصب، خليك قائم وارفع راسك، لان افتداءكم يقترب. ايه هو الفداء؟ افتداء ريديمسيون، يعني انتوا اشتريتم بثمن غالي، اشتريتم بدم المسيح، اتدفع فيك الغالي كله، عشان كده انت غالي، انت عزيز، شار، شاري. ليه؟ عشان مدفوع فيك دم المسيح، انت مش لنفسك، ده انت غالي جدا. واللي يعرف المسيح يعرف غلاوة كل واحد، قد ايه انت غالي وعزيز، وانت كمان محدش قالها لك يمكن طول عمرك، لكن النهارده يسوع بيقولها لك، انت غالي، انا اشتريتك بدمي، انا دفعت فيك حياتي. فده عمال يقرب، الرب جاي، الرب جاي، الرب جاي. مش كده البابا النهارده عمل حاجه عجبتني قوي في الانجلوس، تبقى الساعه 6 الصبح هنا وفي ايطاليا الساعه 12، فالبابا بيصلي صلاه الانجلوس كل يوم حد الساعه 12، يطلع كده في الشباك ويتكلم على الانجيل، وساعات بجيب حاجات من اللي بيقولها في الوعظه بغش شويه منه، حلو قوي. فالنهارده علم الناس صلوه حلوه قوي، علمهم تقولوا ايه في صلوه اثناء فتره المجيء دي، Viens Seigneur Jésus، تعالى يا رب يسوع. وراح طلب من الناس يعيدوها ثلاث مرات، اللي هو في الشباك والناس تحت بقى في الساحة، فالناس كلها بصوت عالي تعالى يا رب يسوع. احنا هنقولها مرة واحدة،
بس عشان نتعلم نقولها من النهاردة لغاية لما نعيد نويل، كل يوم طول اليوم، لأنه بعد شوية بيقول إيه؟ صلوا في كل حين، اسهروا مواظبين على الصلاة. تعالى يا رب يسوع، قول ورايا بصوت عالي مرة تاني، آخر مرة، دي صلاتنا طول الوقت ده. لو ما قلناهاش بصوت عالي نقولها في السر. ليه؟ لأنه اللي اشترانا ودفع دمه وحياته وإحنا غاليين عليه للدرجة دي، الرد بتاعنا لو في قلبنا شوية حب صغيرين بس، يا رب ادينا شوية حب صغيرين نحوك، انت اللي حبيتنا واشتريتنا كده بدمك، اقدر اقول لك كل شوية طيب تعالى تعالى انا في انتظارك، لا حساب في بنك مهم ولا صحة مهمة ولا عيلة ولا غيره، انت اهم حاجة، تعالى يا رب يسوع تعالى، خلينا احط ثوابتي كلها فيك، انت منك الحياة وانت اللي هنرجع لك، احنا هنا في باساج، تعالى يا رب يسوع تعالى اديني الحميمية دي معاك. تفضل كده طول اليوم حبيبي. بعد كده يقول لك يسوع عشان تبقى قائم ومنتصب وراسك مرفوعة، احذروا ان يثقل قلوبكم السكر والكسوف وهموم الحياة. انتبهوا لإيه؟ الواحد ليه بيشرب؟ ينسى. عشان ايه؟ ينسى. انتوا عارفين دلوقتي بيعلنوا عن اوبر ايتس، سمعتوا بيها الحكايه دي؟ ايه اوبر ايتس؟ يعني تتكلم في التليفون لاوبر، مش عشان يجي يوصلك من مكان لمكان، عشان تقول له زي ما بتقول له مثلا يجيب من ماكسي كذا وكذا 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 ويجيبه لك البيت، تقول له بقى ايه؟ انا عايز حته حشيش، عايز حته افيونه. ودلوقتي بيتباع في الصيدليات، انتوا عارفين ده اكتر مني، ده انا بعرف منكم الحاجات، مش ان انا بعرض لكم يعني روحوا اشتروا، لا انتوا عارفين اكتر مني ده. فاوبر يروح يجيب لك الطلب بتاعك وتقعد في البيت كده كوبايه الويسكي وحته الحشيش تعيش حياتك. فيسوع يقول لك النهارده احذر من السكر. ليه؟ لانه بيخليك تنفصل عن واقع الحياه بتاعتك، خليك تهرب من اللي لازم تعيشه. وبعد كده قصوف، متشتت في كذا حاجه، ده وده وده وده، والحاجة الأساسية إنك اشتريت بدم الغالي الأساسي، وإنه تقول له تعالى وتفضل في الحوار ده كل الوقت، الغالي ده والأساس ده والثوابت دي تضيع وتهتم بسبعين حاجة مش مهمة. بعد كده همم الدنيا، أنت مالك حتة عزبة ولا مالك لك بيت ولا بتاع، ده باظ ده عمل خلاص، عايزين بقى ياكلوني، فتعمل ايه؟ لازم تدافع عن نفسك. ليه؟ عشان محدش ياكلك، هو ده هموم الدنيا. فيسوع يقول لك احذر هموم الدنيا دي، احذر انه قلبك يكون مرتبط بهموم الدنيا وتدافع عن نفسك قدام الناس عشان ممتلكاتك، احذر ده. فاهمين يسوع عايز يقول لنا ايه؟ عايز يخلينا أحرار مستعدين نقابله لما يجي ونطير معاه في الجو لو عشنا وفضلنا لغاية لما يجي، وياخدنا لأنه يقول فين ما أنا موجود عايزكم تكونوا معايا. لكن اللي مرتبط بالأرض وبالثوابت بتاعة الأرض هيفضل لوحده في المكان اللي هو فيه. بعد كده بيقول يباغتكم ذلك اليوم كأنه الشبك. لو انت متاخد في السكر والهروب من الحياة ومهتم بأمور الدنيا
وبتدافع عن نفسك وعن ممتلكاتك ومش قادر إلا تعيش لنفسك ولعيلتك ولبيتك، فهيجي اليوم ده اللي فيه الرب جاي زي الشبكة، زي حيوان كده ماشي في الغابة وتكون أنت عامل نصب له شبكة ويروح دايس على البتاع اللي أنت حطه، تقوم الشبكة نازلة واخدة. هيجي اليوم ده عليك بالطريقة دي وعليا لو أنا متاخد في الدنيا، شبكة تاخدني وأفضل فيها لوحدي. يا جماعة هو ده تهديد ربنا بيهددنا؟ لا، بيقول مع الحاجات الوحشة اللي بتحصل دي والثوابت كلها بتاعت الدنيا اللي بتقع، أنا جاي بيتولد حاجة جديدة. حاجة بتتهد بتطلع حاجة جديدة، نهاية قاتمة وبداية جديدة مع الرب. نقدر نعيشها من دلوقتي، من دلوقتي كأنه الشبك، لأنه يطبق على جميع من يسكنون وجه الأرض كلها. فاسهروا مواظبين على الصلاة. عارفين مين اللي بيسهر؟ فاكرين الرعاة اللي الملاك راح لهم وبشرهم أن يسوع اتولد في المغارة؟ يا ترى بينيموا الخراف فين؟ في أوضة كده؟ لا، في المكان بقى فيه حظيرة كده مسوقة فيها سور والخراف هناك. طب هما بيناموا فين؟ في أوضة نوم وفيها دفاية ولا جنب الخراف؟ اسهروا يعني خليكوا زي الرعاة اللي بيهتموا بالخراف بتاعهم، سهرانين واخدين بالهم على اللي بيحصل. الكلام ده ليا وليك. اسهروا مواظبين على الصلاة، بتقولوا دايما تعال يا رب يسوع، لكي تكونوا أهلا للنجاة من جميع هذه الأمور. لو أنت مش منتبه على نفسك ومش بتتحرر من كل ارتباطاتك وارتباطات الدنيا واهتمامات الدنيا والأرض، انتبه، لأنه في اليوم ده أنت مدعو تكون قائم ومنتصب لما تحصل هذه الأمور، عشان تقدر تكون ثابت عند مجيء ابن الله وتواجهه وفي حالة مستعدة. أمين؟